كان الملك فهد صراحة، يعني كان يتصل يمكن في كم لاعب كذا ويتكلم معه قبل كل مباراة. يمكن أنا محظوظ لله الحمد إنه الملك فهد الله يرحمه كان يتصل علي قبل كل مباراة، حتى تحديدا قبل المباراة هذه يتصل علي، وكان قبل كل مباراة يكلمني فيها، كان يقول لي ها إيش عندك يا وليدي اليوم، فأنا أقول له أبشر بسعادتك إن شاء الله.